السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى ان شاء الله تكون اموركم بخير وعلى خير. هالفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا فيه الطريقة كيفاش نتحصلوا على كلافي بين باش كنقدروا نعملوا به بعض الاجراءات غير من الدار ديالنا، غير من الانترنت، من البيسي او لا من التليفون، بلا ما نضطروا اننا نتوجهوا للادارات هنا في اسبانيا. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تكون فيه الشرح ديال الطريقه بالتفصيل كيفاش نعملوا كلافي بين وكيفاش نستعملوه، وكذلك غادي نشوفوا الفرق بين كلافي بين وكلافي بيرمانينتي اللي هما تقريبا يعني كيتشابهوا نفس الاجراء باش تحصل عليهم بجوج بهم. كاين فرق بسيط بيناتهم غادي نشرحوها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. اول حاجه باش نتحصلوا على كلافي بين كندخلوا موقع ديال اخنسيا تريوبتاريا، كنضغطوا على سويدا دانوس، ومن بعد كنتكيو هنايا على تراميتيس الكترونيكوس، وهنا كنضغطوا على كلافي بين، ومن بعد ريجسترار سين كلافي بين. هنايا كنكتبوا الرقم ديال البطاقه ديال الاقامه ديالنا اولا الديني اللي عنده الديني، المهم كنكتبوه هنايا. وهنا تحت بالنسبه للناس ديال الديني كيكتبوا الفيتشا دي باليديس تاريخ انتهاء الصلاحيه، والناس اللي عندهم بطاقه الاقامه كيكتبوا سوبورتي. سوبورتي هو الرقم اللي كيكون هنا. من بعد هنا كيقولوا لك واش نصيفطوا لك كارطه للعنوان ديالك للدار ديالك، كتعمل سي. من بعد ملي كتوصل لك الكارطه للدار ديالك كتجبر فيها واحد الكوديكو دي اكتيفاسيون، هو به باش كد اكتيبار كلافي بين ديالك باش كيكون عندك اكسيسو. كتدخل بنفس المراحل موقع اخنسيا تريبوتاريا كيف ما قلت لكم قبل، سويدادانوس تراميتيس الكترونيكوس كلافي بين، وكتعمل ريجسترار سي ان كلافي بين، كتدخل المعلومات ديالك ديال البطاقه. وهنا كيقولوا لك واش وصلت لك الكارطه الدار، كتعمل لهم سي. كتماركر هنايا جا ديسبونغو دي اون كارتا دي انفيتاسيون، كيعطيوك هنا تكتب الكوديكو اللي قلت لكم اللي كيسميوه كوديكو سيغورو دي فيريفيكاسيون، كتكتبوه هنايا. هذا هو الرقم اللي كيجي لكم في ديك الكارطه عفوا اللي جاتكم من الدار، غادي تكتبوها هنايا وغادي تعملوا كونتينوار. صافي ملي كتعملوا كونتينوار كيعطيوكم تعمروا الداتوس ديالكم، الرقم ديال التليفون، كتعمل له كونفيرمار كتعاودوا تحت. من بعد كتكتب كوريو الكترونيكو، الا ما عندكش كتماركي نوتينغو كوريو الكترونيكو. ومن بعد كتكي على امبيار. هنا صافي كيقولوا لك بلي صافي عملتي التا، كيعطيوك الداتوس ديالك وكيعطيوك تقدر ديسكارغار واحد الارشيفو بي دي اف فيه الداتوس ديالك اللي عمرتي، يعني هذاك الارشيفو فحال خوستيفيكانتي دي كونفيرماسيون. ودابا باش نكملوا العمليه ديالنا غادي نديسكارغارو هاد الابليكاسيون هادي اسمها كلافي بين، غادي نخليها لكم في صندوق ديال الوصف وكذلك في اول تعليق كيف ما العاده. هاد الابليكاسيون كتسجل فيها الرقم ديال البطاقه ديالك وكتعمل رقم التليفون كيصيفطوا لك واحد البين، باش من بعد ملي كتجي تدخل شي اجراء شي تراميتيس كتعملو اونلاين كيصيفطوا لك البين كيطلع لك في ديك الابليكاسيون. انا غادي نوري لكم ان شاء الله الطريقه كيفاش. الابليكاسيون سهله، كتدخل فيها غير البطاقه ديالك ورقم التليفون كيصيفطوا لك واحد الكود اس ام اس التليفون وصافي، وكتكون انها واجده كتخليها عندك في التليفون. ملي كتبغي تعمل شي تراميتي كيطلع لك فيها البين، هذاك البين هو اللي كتحتاجو تعمل له كوبيار ايبيغار في الموقع فين كتعمل التراميتي اللي بغيتي. بحال مثلا غادي نعطيكم مثال، انا هنا غادي ندخل مثلا واحد الاجراء بغيت نعملو الاجونتامينتو، جبرت عندهم كاين هنا اكسيسو كلافي بين، غادي نعمل غادي نتكي على كلافي بين وغادي نعمل البطاقه ديالي والرقم ديال السوبورتي. هنا كيقولوا لك واش نصيفطوا لك البين، كتعمل لهم سي وكيصيفطوه لك كيطلع بهذا الشكل هذا. هذا هو الدور الابليكاسيون، هي انها كتطلع لك البين هكذا بسهوله، كتعمل له كوبيار وكتلصقه في الموقع اللي طالبين لك البين وكيدخلوك من الصفحه اللي كنتي باغي تدخل لها.
اما بالنسبه لكلافي بيرمانينتي فكتقدر تعدلو بواسطه كلافي بين نيت. غير الفرق بيناتهم ان كلافي بيرمانينتي كيف ما هو باين من الاسم ديالو انه عنده واحد الكلمه ديال المرور او واحد الكونترا سينيا اللي غادي تبقى ثابته دائما، ماشي فقط غادي تدعم لها غير واحد المره فحال كلافي بين. يعني كلافي بين كيعطي لك واحد البين كتستعملو واحد المره فقط، ومره اخرى عاود تحتاج تطلب واحد اخر. اما كلافي بيرمانينتي فكتقدر تعمل واحد المودو باس وكتبقى لك دائما ديك المودو باس هي اللي كتدخلها بنفس الطريقه. كتدخل نفس الصفحه ديال اخنسيا تريوتاريا، كتمشي نتراميتيس الكترونيكوس كلافي بين، وكتضغط هاد المره على كلافي بيرمانينتي. وكتعمل كذلك بنفس الطريقه الرقم ديال بطاقه الاقامه ديالك سوبورتي، وكتدخل كيعطيو لك واحد الكود دي اكتيفاسيون كتحتفظ به، كتعمل لو كوبيار. ومن بعد ملي كتدخل للصفحه اللي غادي تعمل فيها الكونترا سينيا ديالك كتحتاج هذاك الكود اللي عملنا لو كوبيار. حين كتدخل للصفحه كيطلبوا منك بعض الداتوس ديالك، كتعمرهم بعض المعطيات، ومن بعد كتلصق ديك الكود كود اكتيفاسيون حتى هو كيطلبوه لك، وكتعمل الكونترا سينيا اللي بغيتي. المهم كتعمر اي حاجه طلبوها لك في هذا الفورمولاريو، ومن بعد ملي كتبغي تدخل بكلافي بيرمانينتي بهذا الشكل هذا كتكتب هنا غير الرقم ديال بطاقه دي الاقامه ديالك والكلمه دي المرور اللي قمتي بالاختيار ديالها سابقا، وكيدخلك كذلك للصفحه المرغوبه. كان هذا هو الفيديو اليوم، كنتمنى يكون الشرح واضح. الى عندكم شي سؤال مرحبا سولوني في الخانه ديال التعليقات، وشكرا على المشاهده.